معكم ميساء شيخ الأرض. هنحكي عن الانتخابات القادمة. إذا كان عمرك 18 سنة أو أكثر، إذا كنت مواطن نيوزيلندي أو معك إقامة دائمة أو صار لك أكثر من سنة عايش بنيوزيلندا وكنت مسجل بدائرة الانتخابات، فأنت مؤهل للتصويت في انتخابات المحلية لمجلس وايكاتو الإقليمي وايكاتو ريجونال كونسل أو المجلس البلدي للسيتي كونسل. مجلس وايكاتو الإقليمي هو المسؤول عن بيئتنا، عن مياهنا، عن تربتنا، عن هوائنا النقي. هم يعملون أيضاً لضمان أن يكون لدينا اقتصاد قوي ومجتمع صحي. هناك أكثر من مركز يمكنك التسجيل من خلالهم، وستجد أشخاصاً لمساعدتك في الحصول على المعلومات اللازمة التي تحتاجها للقيام لعملية التصويت. يمكنك زيارة أو الاتصال بمركز التوطين Settlement Center أو مركز شامة في بيتي ستريت. التصويت في الانتخابات هو حقك، ولأنه صوتك بيفرق انزل وصوت.